لما صارت فصل وتوظفت مع المفوضية حسيت إنه الرغبة هاي قريب إنها تتحقق، يعني صار في إمكانية إني ممكن أنتقل لأماكن ثانية وأقدر أحقق الشيء اللي أنا بحلم فيه. بسوريا قبل أجي على الأردن أنا طبعاً دارس معهد متوسط كهرباء اللي هي دبلومة، وشغلي بسوريا كان كله بمقاولات كهرباء بشكل عام. لما جيت على الأردن لهون اشتغلت في نفس المجال لحتى جيت سكنت في المخيم. بس الطاقة الشمسية احنا كلاجئين سوريين بسوريا ما كان فيه موجود نهائياً، فأول ما بلش نشغل محطة الطاقة الشمسية اللي هون بلشنا نشتغل معهم، فكنا نشوف دائماً أشياء جديدة، فصرنا نتعلم نسأل شو هاي ليش هاي، ناخذ خبرات من ناس أساساً موجودين عم يشتغلوا فيها من خارج المجتمع اللاجئين. Many of our interventions, we've come to realize that refugees are not only the recipients of assistance and attention, but they're actually agents of change. I'm very happy that we have now been able to find an employment modality for one of our former volunteers who is effectively running the solar plant in Aswatthama. عدد الخريجين من اللاجئين عدد كبير، وعدد طلاب الجامعات اللي كمان راح يصير معهم شهادات بمجالات كثير متنوعة كمان عدد كبير، والكل عنده رغبة انه يكون جزء فعال وهام من اي مجتمع ممكن يكون فيه سواء داخل المخيم او خارجه، وعنده حب انه يقدم الشيء اللي هو تعلمه.